خويا السوق تيبان ليا شويه طالع، ولكن راه حتى الفلاح هو كلاصه. نجيو نقسموا داك الشيء، ماشي غادي نديروها علينا حنا. حتى الفلاح هو كلاصه، العلف غالي كدا، هادي الصاير كدا، فهمتي؟ ودابا تنطلب من الحكومه تعاون هاد الشيء، وهاديك 500 درهم اللي عطاو لخونا، ديك 500 درهم اللي عطاو لخونا ويعطيوها للفلاح ديال بصح، والشناق حتى هو يعطيو فين يخدم حتى هو. وتا حنا راه تنبيعوا الكارو، راه مكملين، صيفطوا لنا شي حاول الا كاين شي رجوله وكذا. وهذا سمعنا ان الحكومه دعمت الفلاحين ودخلت المواشي، يعني الخرفان ديال اسبانيا. هذوك الخرفان اخويا ما بغيناهمش، ما دايزينش. لا ما دايزينش، شوف وهذيك هذيك الغلم ما دايزاش بالنسبه للمغرب. علاش؟ حيت ما فيهاش القرون. هذيك سير اخويا ما فيهاش القرون. تنهضر معاك اسكت. شوف اللي فيها الكرون دخل، اللي ما فيهاش الكرون ما تدخلش. صافي تنهضر معاك في القانون. ها تنهضر معاك، عرفتي علاش؟ حيت حنا ما مولفينش تنعيدوا بديك البهايم، هذوك البهايم ما مولفينش تنعيدوا بهم، تنعيدوا بديالنا البلدي. تنهضر معاك وتنتمنى من الحكومه دير عقلها، راه عيقت علينا والله العظيم، والله العظيم راه عيقت علينا. اخ وعندي وليدات اخنوش غادي واخنوش راه غلا علينا البطاطا، غلا علينا ما بقى الحولي. واش من اخويا الله يهديك، باعوا لنا بسبعة دراهم، صوروا معنا الحولي فاش كانت دايره 10 دراهم. قول لي قسم الحشيش دابا انت غتعيد مع الوليدات ولا ما؟ وانا غايد انا ما كرهتش كاع تديني الكوميساريه تيفوت العيد وتصيفطني عند الولاد. علاش؟ 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 حيت اصلا هذا الشيء غالي، وبنادم العام كامل هو خدام، تيجي الشهر ديال رمضان تيسوس داك الشيء كامل وتكمل بالكريدي. تيجي العيد عاوتاني تيسوس داك الشيء كامل وتكمل بالكريدي. وبنادم راه ما عندوش، راه مقصح اصاحبي والله العظيم. وبنادم هما كلهم البوفري، هما كلهم باغا نتخدموا. خدامين شحال انت، شحال عندك انت؟ 17 وباقي ما درتيش حتى موتور. الدرويش اخويا واكل العصا، وتا حنا بيدينا واكل العصا، وتا انا والله ما نكذب عليك، الشيء اللي بقات بحال هكا والله ما غنشري. غنخلي المراه، غنصيفط المراه عند مالي الدار، وغندير فيه وانا الكازا ولا التيطوان، تيفوت العيد ونجي. حلك عندي فلوس 40 درهم سكوت اصاحبي. كتصور واش تصور 40 درهم 50 درهم 60 درهم؟ لا جبال تاعك 70 درهم كاع لا جريتي تتاكل منها 400 والغدا تتولي تموت عليه. الغدا والله خير ولا تغديتي ما تعشاش تخليها خونا، وخبزه تناكلوا فيها حنا 8. وكل عام تنهضر معاك اش من سلوكيه لا حولي هذا. شوف خويا خلينا نهضروا اصاحبي، راه داك الشيء راه غيدخل لي داعي اصاحبي. خويا امال ديما تنشري للوليدات، ملي ما كانش خنوش، ملي جا خويا خنوش ما بقات تتبنى حتى شي حاجه نشريوها والله ما نكذب عليك. وهما تيضربوا الاموال الطائله اصاحبي، وها الصيد البحري شحال تيدخلوا فيه الفوسفات القيامه بلا ما نبقاو نهضروا. انا الا جيت نهضر معاك خصني نكون بوحدي، شتي الا جيت نهضر معاك خصني نكون انا وياك، ونعطيك شي هضره اللي غتسمع الدوله غدوخ. حنا راه عارفين كل شيء، انا راه من صغري وانا تنبيع الميكا ايامات السبت القديم. وبنادم اصاحبي راه يرحمونا شويه صاحبي، ديروا شي حل معاه يرحمونا، ولا راه الشعب راه شنو اللي شادين؟ راه شاده الرحمه ديال الله، عندكم تصحابوا شادين وانتوما والله تا الرحمه راه دابا يكعى ويكعى يكعى يبان لك كل شيء. والله كاين شي واحد من غير الله؟ كاين شي واحد من غير الله؟ ومن غير الله ووالديك هما اللي كاينين، هاد الجوج هما اللي كاينين. كاين محمد السيد خويا الطلب ديالنا يديروا معنا، يديروا معنا الخلق كي كانوا، يديروا معنا الخلق كيما كانوا. كلمة غادي نقولها، آخر كلمة غادي نقولها، هادي موجهة للدولة. خويا هاد الناس هادو يحيدوا عنا هادشي ديال الانتخابات وهادشي ديال القيامة وهادشي ديال بعشرة بالدولة. هادشي راه ولا بعشرة بالدولة وحق الله، ولا كان يبيعوا شرف الدولة يبيعوا حتى اللحم ديالنا، يقطعوا ويبيعوا. علاش غادي يخليوا اللحم ديالنا؟ علاش واحد تيهز العملة من المغرب تيهرب بها لأوروب ويخلينا حنايا هنا، عاوتاني تتجي تدير شي مشروع هنايا تتسلف عليه وكذا، وهادي تدير شي مشاريع ما تيخلوكش خوتك عاوتاني.
تبيعوا لنا. قولي شي يلا قولي شي بيع مطيش. علاش هذا مشى في المغرب ولا استغرب ولا هادشي ما خصوش يكون؟ لا حنا ما مولفينش هادشي، حنا ملي كبرنا ما لقيناش هادشي. شنو لقينا؟ لقينا الاحترام والحشمه، ودابا ما بقى حتى حشمه لا احترام. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.